للشلاده سوري شلاده ديال المطيشه والفلفله معسلين. شلاده ديال الفلفله والمطيشه معسلين هنحتاج فيها فلفل يبقى مشوي اخضر بالشكل ده متقطعه بننضفه من القشر ونقطعه من غير بزر. الطماطم تبقى مشويه برده ومقطعينها صغير برده من غير بزر. سكر قرفه ملح وميه زهر وزيت نباتي. المقادير بالظبط هرجع اقول لكم موجوده على الشاشه. اول حاجه هناخد الزيت بتاعنا هنحطه اول ما يبتدي يسخن معايا شويه مش كتير، يعني انا ما بفضلش انه الزيت يسخن كتير، ده زيت نباتي مش زيت زيتون، هسخنه بسيط. هبتدي في الفتره دي انا احط الفلفل، فلفل اخضر، ممكن تعملوا فلفل الوان لو عايزين زي ما تحبوا، بس هو الفلفل عشان اخضر والطماطم حمراء، بس اهم حاجه تبقوا شاويينهم، يعني الاختيار ليكم، عايزين تحطوا الفلفل الوان وتنوعوا فيه عادي برضو ما يمنعش. هحرك بسيط في الطاسة مع الزيت، هقلبهم تقليبة بسيطة بالشكل ده. السلطة دي بتبقى تحس انها مسكرة شوية، بس هي ما بتحسش بالتسكيرة بتاعتها لانه طعم الطماطم مع الفلفل بينسيك بصراحة كل حاجة. انا هنا هبتدي انزل القرفة بتاعتي، والسكر، وخليهم بقى كأنهم يكرملوا شوية، والملح ما يبقاش كتير، هي نص معلقة. هاخد المية الزهر، مية الزهر بتديها نكهة هايلة، يعني مية الزهر بتدي السلطات دي بصراحة، السلطات اللي بيبقى فيها سكر أو قرفة بتديها نكهة حلوة جدا. بصوا زي ما انتم شايفين هتبتدي تغلي معايا، هقلبها تقليبة بسيطة لأنه اوريدي أنا عندي الطماطم مشوية والفلفل مشوي، فمش هتاخد معانا وقت، هو مسافة ما السكر يتعقد أو تبتدي تتعسل معانا او تتسكر، نحس انها ابتدت السكر يغلي او يبقى لونه كراميل شويه، بنبتدي نقلبها، نقلبها تحريكه بسيطه وبتبقى عندنا جاهزه للتقديم. بتتقدم ساقعه، بنقدمها ساقعه، بتبقى حلوه جدا. خليني اشوف احنا وصلنا فين بالحريبلات ديال الكفته. اول ما تبتدي تمسك نفسها زي ما انتم شايفين انا بقلبها تقليبه، بس برضو في نفس الوقت انا ببقى واخده بالي لان احنا عارفين اللحمه المفرومه صعب جدا انها على طول تقوم مكسوره مننا ومتكسره مننا، يعني بالراحه تقليبه بسيطه. وهرجع برضو نغطيها، هرجع برضو اسيبها بالشكل ده وهغطيها تكمل سوا، فاضلها تقريبا بتاع 10 دقايق وتبقى معانا تمام. نرجع للسلاده، السلطه دي زي ما قلت لكم بنقدمها ساقعه، ممكن نقدمها في اطباق، في كوبايات، في اي حاجه احنا عايزين، بتبقى حلوه قوي. من السلطات المغربيه المعروفه عندنا جدا جدا جدا، وبتتقدم مع اطباق كتيره قوي، يعني ممكن نقدمها مع اطباق يعني ملهاش طبق معين محدود بتتحط معاه، ممكن نقدمها مع حاجات كتير. بصوا عليها اهي ابتدت تكرمل شويه، هسيبها برده 5 دقايق على النار تشويحه بسيطه وبعد كده هنقدمها. طيب دلوقتي بعد ما الكفته بتاعي او حريبلات ديال الكفته ديالي بيبتدوا خلاص احنا بنشوف انه السوى، احنا عارفين اللحمه المفرومه مش بتاخد وقت معانا، انا هجيب طاسه ثانيه احضرها، وفي نفس الوقت خليني ابص على السلطه، هحضرها واحط عليها شويه زيت نباتي، زيت عادي مش زيت زيتون، بس ما يمنعش اننا ممكن نعمل زيت زيتون، بس يفضل زيت نباتي بصراحه، او شويه زبده لو معانا حاجة بسيطة. خليني انزل بس الزيت، هسخنه وهبتدي اخد الكفتة بتاعتي وارميها في الطاسة دي عشان تاخد لها التحميرة بتاعتها، والسوى بتاعها هيكمل في الطاسة، مش هياخد مننا يعني واحنا مع بعض دلوقتي هنعملهم هنشوف. حاجة بسيطة، هنا انا عندي هي اوريدي بتغلي، هبتدي اخد الكفتة بتاعتي بالشكل ده وننزلها، يعني بصوا السلطة بتتعسل ازاي وبتتسكر ازاي.
عايزه اقول لكم لازم تجربوها، ضروري تجربوها. دي من الحاجات من الاطباق المغربيه السهله جدا اللي متناول اي حد ممكن يجربها ويعملها. لو عايزين يعني تجربوا طبق جديد او طريقه لحمه مفرومه جديده هتعجبكم ان شاء الله، وهتعجب الاولاد كمان عشان الالوان بتاعها وطعمها بالزعتر بصراحه بيبقى خطير وهمي. قربنا نخلص خلاص، ودقايق وتبقى الاكله بتاعتنا جاهزه. ممكن نقدم معاها بطاطس، بطاطس ندخلها الفرن نقطعها ويدجز نقدمها معاها، ممكن رز، ممكن مكرونه، بس هو يفضل رز ابيض بصراحه. والبطاطس الويدجز تبقى حلوه جدا، تبلها تتبيله خفيفه برضو، ملح وفلفل، شويه زيت زيتون وشويه زعتر ورشه قرنفل بسيطه، لانها بصراحه القرنفل في الخضار اللي في الفرن بيبقى حلو جدا. ونبقى اكتفينا بالقدر ده. طيب خليني انا هسيب ده، مش هغطيه، اللي انتوا شايفينه البصل والفلفل مش هغطيه، بس هخلي الكفته اول ما تبتدي تتحمر معايا هقوم اقلب فيها. الشنطه بتاعتي فاضل لها دقيقه بالظبط وهتبقى جاهزه معانا للتقديم. خليني اقلب انا في الكفته او حربلات ديال الكفته. عايزه اقول لكم جارت او ريقي مشي، ريحتها حلوه جدا وبيبقى طعمها احلى واحلى بكتير. ممكن نعملها حتى ساندويتش، ممكن نجيب العيش ونفتحه ونعملها ساندويتش الاولاد ياخدوها معاهم للمدرسه بنفس التتبيله دي، نحط لهم الصوص ده في الساندويتش ونحط جواه الكفته وياخدوها. ممكن ياخدوها على شكل سلطه، والكفته لو مش حابين نسقطها جوه الصوص برضو هتبقى حلوه قوي. انصحكم فعلا لازم تجربوها. طيب خليني انا اخد الشلادة بتاعتي جاهزة. أول ما تلاقوا الصوص فيها نسبة بسيطة قوي، حاجة بسيطة جدا، بيبقى عندنا خلاص بندخلها التلاجة. في ناس بتحب تقدمها سخنة، بس هي يفضل إنها تخش التلاجة وبعد كده تتقدم. خليني أشيل دي، هقدمها بالشكل ده، شكل بسيط وما فيهوش أي حاجة.